بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة النهاردة الكونجينيتال بليتلت ديسوردرز. هنبدأ النهاردة في أول تايب من الكونجينيتال بليتلت ديسوردر اللي هي الكونجينيتال نون انهيرتد ثرومبوسيتوبينيا. تعالوا نفتكر مع بعض الكونجينيتال بليتلت ديسوردر. احنا كنا قسمنا اصلا البليتلت ديسوردر الى كونجينيتال واكوايرد، وقسمنا كلا الكونجينيتال والاكوايرد الى quantitative disorder qualitative disorder. quantitative disorder هي thrombocytopenia وthrombocytosis، والqualitative disorder اللي هي platelet dysfunction. والcongenital platelet dysfunction اللي هقسمها لأنواع كتير على حسب الديفكت في البليتلت فانكشن. ممكن يكون الديفكت في الادهيشن، ممكن يكون في الاجريجيشن، ممكن يكون في البروكواجلانت اكتيفيتي، في السيجنال ترانسدكشن، في السيتوسكيليتون، في الكالسيوم موبيلايزيشن، في ابنورمالتي في الترانسكريبشنال فاكتورز، او سيندروم اسمه المونتريال بليتلت سيندروم. اما بالنسبه للكونجينتال ثرومبوسيتوبينيا فدي هقسمها الى نوعين، كونجينتال نون انهيرتد ثرومبوسيتوبينيا، كونجينتال انهيرتد ثرومبوسيتوبينيا. كونجينتال انهيرتد ثرومبوسيتوبينيا دي سهله، ده ابنورمالتي موروثه من الام او من الاب في شكل كروموزومال ابنورمالتي او دي ان ايه ابنورمالتي اتورثت اذا بارت من الجينوم بتاع الاب او الام، دي مفهومه. طب ايه بقى كونجينيتال نون انهيرتد بليتلت ديس اوردر؟ نون انهيرتد يعني مش موروثه من الام ولا من الاب في هيئه دي ان ايه ابنورمالتي. امال كونجينيتال ازاي؟ كونجينيتال يعني البيبي مولود بيها، هو البيبي مولود بيها لكن مش في صوره انهيرتد. لكن كلامنا النهاردة هيكون خاص بالثرومبوسيتوبينيا وخاص بالكونجينيتال ثرومبوسيتوبينيا وخاصة النون انهيرتد ثرومبوسيتوبينيا. النون انهيرتد ثرومبوسيتوبينيا ليها أسباب كتير. احنا قلنا كونجينيتال ونون انهيرتد يعني البيبي مولود بيها لكنها مش موروثة من الأم أو من الأب، مش موروثة كدي ان ايه ديفكت. طب ايه اللي ممكن البيبي يتولد بيه وما يكونش inherited؟ والله ممكن يكون المشكلة بسبب maternal drugs، الأم خدت بعض الدراجز وهي pregnant فأثرت على البليتلت في البيبي، أو isoimmune thrombocytopenia اللي احنا قلناها قبل كده في الalloimmune thrombocytopenia هنشرحها بالتفصيل، والانفلتريشن او تكون بسبب انفلتريشن اوف البومارو، او بسبب انفكشن، او بسبب ماتيرنال اي تي بي او ماتيرنال اميون ثرومبوسيتوبينيا، او ماتيرنال اي ماتيرنال ديس اوردر اثرت على البيبي واثرت على عدد البليتلت في البيبي وسببت ثرومبوسيتوبينيا، يكون السبب جاينت كافيرنس هيمانجيوما. تعالوا نشوف الاسباب دي واحده واحده ونناقشها بالتفصيل. نشوف اول سبب من اسباب الكونجينتال نون انهيرتد ثرومبوسيتوبينيا اللي هو الماتيرنال دراجز اند كيميكال ايجنتس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان البريجننت فيميل اضطرت تاخد ادويه during البريجننسي، الادويه دي اثرت على البليتلت في البيبي وعمل ثرومبوسيتوبينيا. طبعا دي حاجه البيبي هيتولد بثرومبوسيتوبينيا، وفي نفس الوقت هو ما ورثش الثرومبوسيتوبينيا دي لا من مامته ولا من باباه. طيب ازاي الدراجز المذر ممكن تاخدها ممكن تقلل البليتلت في البيبي؟ ممكن بطريقتين، ممكن تقلل البليتلت برودكشن في البيبي، ممكن تزود البليتلت ديستراكشن. تقلل البليتلت برودكشن ايه الدراجز اللي ممكن تعمل كده؟ حاجه زي الايثانول، سيازايد، كلور بروباميد، تولبيوتاميد، استروجين، استيرويد، الكاليتنج ايجنت، انتي ميتابولايز، والكيموثيرابي. طيب ايه اللي ممكن يزود البليتلت ديستراكشن؟ والله ممكن يزود البليتلت ديستراكشن دايركتلي ان هو يكسر البليتلت، او ان هو يتسبب في حدوث بليتلت انتي بادي زي ما بيحصل في الكينين والكينيدين وبعض الانتي بايوتكس. طيب احنا كده عرفنا خلاص ان الدراجز دي لو المذر خدتها وهي بريجننت ممكن البيبي يتولد بثرومبوسيتوبينيا.
ايه بقى مدى خطوره النيونيتال ثرومبوسيتوبينيا في الحاله دي؟ لا والله هي غالبا بتبقى حاجه بناين، وغالبا بيحصل امبروفمنت رابيدلي بمجرد ان يحصل وذدرول للدراج من السيركيليشن، بيحصل على طول البليتلت بترجع تاني طبيعيه. لكن وجدوا ان في بعض الرير كيسز اللي ممكن تكون بريزنتد بسيفير فيتال هيموريدج. يبقى دي تاني الماتيرنال دراجز اند كيميكال ايجنتس. احنا قلنا دي دراجز بتاخدها المذر ديورينج البريجننس بتمنع البليتلت برودكشن في البيبي او بتزود البليتلت ديستراكشن في البيبي، فالبيبي بيتولد بثرومبوسيتوبينيا بناين، غالبا ما بتبقى لهاش اعراض خطيره الا في بعض الحالات النادره، وغالبا الامبروفمنت بيبقى رابيد بعد الوذدرول اوف دراج من السيركيليشن. نشوف السبب الثاني، النيونيتال الاميون ثرومبوسيتوبينيا. احنا قلنا من احد الاسباب في الاميون رياكشن، احنا قلنا اسبابها معدوده، البريجننسي او ترانسفيوجن او الترانسبلانتيشن. فقلنا لو في ديورينج البريجننسي بيحصل ان المذر تتعرض لانتيجين، تحس السيركيليشن بتاعتها تحس بانتيجين نون سيلف انتيجين، فبتبدا تكون له انتي بوديز. الانتي بوديز دي لو عدت البلاسينتا ممكن تكسر الانتيجين اللي تعرضت ليه المذر ده، اللي هو انتيجين خاص بمين؟ بالبيبي. فدي حاجه اسمها الو اميون ثرومبوسيتوبينيا، زي اللي بيحصل برضو في حالات الار اتش انكومباتيبيليتي والكلام ده، بس طبعا هيبقى فيه بعض الاختلافات عن الار اتش انكومباتيبيليتي هنقولها دلوقتي. يبقى تاني ايه هي النيونيتال الو اميون ثرومبوسيتوبينيا؟ دي عباره عن ثرومبوسيتوبينيا نتيجة للترانسفير اوف ماتيرنال بليتليت الو انتيبادي للفيتوس. طب الماتيرنال الو انتيبادي ده اجينست ايه؟ اجينست انتيجين في الفيتوس. ايه الميكانيزم بقى بتاعت النيونيتال الو اميون ثرومبوسيتوبينيا؟ نفس القصة اللي احنا عارفينها بتاعت الار اتش انكومباتيبلتي مع بعض الاختلافات. المذر هتكون نيجاتيف لانتيجين معين في البليتليت، هتجيت بريجننت في فيتس، الفيتس ده هيكون بوزيتيف ليه الانتيجين اللي المذر ده نيجاتيف ليه. طب وجاب الانتيجين ده منين؟ جابوه من بابا، الفاذر بوزيتيف ليه الانتيجين، فالبيبي اتولد بوزيتيف ليه الانتيجين ده. فكده بالنسبه للام الانتيجين ده بالنسبه لها فورين، هتتعرض له طبعا نتيجه هتتعرض له في السيركيليشن بتاعتها، هتبدأ الاميون سيستم هيبدأ يشوف انتجين غريب بالنسبة له، فيبدأ يكون له انتيبادي اللي احنا بنقول عليها ايه؟ اميونيزيشن. فيبدأ يحصل سينستيزيشن او اميونيزيشن، ويبدأ الفورميشن اوف دي الانتيباديز. دي احنا قلنا لو عدت البلاسينتا تبقى مشكلة، هتعدي فعلا البلاسينتا، هتبدأ تعدي البلاسينتا في الاسبوع الـ14 من الجستيشن، تبدأ تعمل immune mediated destruction للفيتس بليتلت، تبدأ تقريبا على حوالي الأسبوع 20 من الجستيشن. طيب بالنسبة للـ RH incompatibility كنا بنقول الـ first pregnancy is not affected، وبيبدأ الأفكشن بعد كده من الـ next pregnancy. لكن هنا في الحالة دي لا، الفيرست بريجننسي افكتد في 80% من الحالات، يعني 80% من الفيرست بريجننسي بي بيبي بوزيتيف للانتيجين ده هيكونوا افكتد بالنيونيتال الو اميون ثرومبوسيتوبينيا. طيب هو ايه بقى الانتيجين اللي احنا قاعدين نقول عليه ده؟ اللي هو المذر تكون نيجاتيف لي ويكون البيبي بوزيتيف لي الانتيجين ده، 80% من الحالات بيبقى الكوزيتيف انتيجين هيومن بليتليت انتيجين 1 الاتش بي اي 1، 15% من الحالات بيكون الكوزيتيف انتيجين هيومن بليتليت انتيجين 5 بي، و 5% من الحالات بيبقى other platelet specific antibodies بقى against اي انتيجين تاني في البليتليت. يبقى 80% من الحالات HBA1 و15% من الحالات HBA5B
وال5% اللي فاضلين من الحالات بعض الانتجنز الاخرى في البليتليت. طيب قلنا الانتجين هيبدأ يعدي البلاسينتا عن تقريبا اسبوع ال14 من الجستيشن. طب ليه؟ هو المذر مش هتتعرض للانتجين ده الا في الاسبوع ال14؟ لا هي هتتعرض، بس اول ما هتبدا تتكون انتي بوديز كعاده اي فيرست اكسبوجر لفورين انتجين هتكون له اي جي ام انتي بودي. الاي جي ام انتي بودي احنا عارفين ان الموليكولار ويت بتاعه كبير، كانت كروس بلاسينتا. بعد كده ما يحصل كلاس سويتش ويبقى الانتي بودي المتكون ده اي جي جي من الاي جي جي تايب، الاي جي جي الموليكولار ويت بتاعه احنا عارفين انه صغير ويقدر كروس البلاسينتا ويعدي للفيتس ويسبب ديستراكشن للبليتليت في الفيتس. طيب ككلينيكال بيكتشر بقى البيبي هيكون بريزنتد بايه؟ هيكون بريزنتد باعراض الثرومبوسيتوبيني. At birth بتبقى الموضوع يتراوح من بتيكي البربرا لي ممكن يحصل سيفير بليدنج at birth. بعد أسبوع تقريبا أو في خلال أول أسبوع بيحصل سيفير بليدنج، بيبدأ يحصل improvement على تقريبا شهر بعد الولادة، لكن طبعا في خلال الفترة دي ممكن يحصل سيفير fatal intracranial hemorrhage للبيبي. طيب البيبي بقى اللي مولود بالاعراض بتاعه الثرومبوسيتوبينيا ده هشخصه ازاي؟ ده هيدخل طبعا في ديفرنشال دياجنوزيس للنيونيتال ثرومبوسيتوبين. طب ايه اللي يشخص العيان ده بالذات؟ انا طبعا هنجمع ديفرنشال دياجنوزيس ده في الاخر، لكن خلونا نقول ايه اللي يشخص العيان ده بالذات. العيان ده عنده الو اميون ثرومبوسيتوبينيا، يبقى لازم اشخصه ان عنده ثرومبوسيتوبينيا، ولازم اشخصه انه الو اميون. اشخص انه ثرومبوسيتوبينيا باني اعد البليتليت او اعمل كومبليت بلاد كاونت من الكورد بلاد. طب اشخص ازاي انه الو اميون؟ لازم اعمل بقى سيرولوجي علشان اشوف الانتيجين والانتي بودي اجينست الانتيجين ده. فهعمل ايه؟ زي ما قلنا هعد البليتليت او هعمل كومبليت بلاد كاونت من الكورد بلاد، هلاقي ان البليتليت قليلة في الكمبليت بلاد كاونت. طبعا هضطر ان انا اعيد له طبعا البليتليت كاونت كل يوم علشان اشوف طبعا الاكستنت اوف ثرومبوسيتوبينيا ممكن توصل لايه. طب بالنسبة لي السيرولوجي بقى عشان احدد سبب الثرومبوسيتوبينيا، لازم طبعا هشوف البليتليت انتجين في المذر والفذر والفيتس علشان اعرف ان في انتجين موجود عند الفذر وعند الفيتس ومش موجود عند المذر. بعدين ابدا ادور في السيرم بتاع المذر على انتي بليتليت انتي بودي دايركتد اجينست الانتجين اللي هو نيجاتيف عندها وبوزيتيف في الفذر والفيتس. طيب هاو تو مانج بقى في حاله زي دي؟ والله هعمل المانجمنت بتاعي هيكون حاجات خاصه للبيبي وحاجات خاصه للمذر. بالنسبه للبيبي زي ما قلنا هي الكونديشن از سيلف ليميتد، زي ما قلنا كده بيبدا يحصل امبروفمنت بعد تقريبا من اسبوعين لاربع اسابيع او بعد شهر تقريبا بيحصل كوركشن للبليتليت كاونت. لكن طبعا زي ما قلنا ان ممكن يحصل سيفير انتراكرينيال هيموريج اللي هو فيتال للبيبي، ففي بعض البيبيز هتحتاج بليتليت ترانسفيوجن. طيب لو البيبي ده احتاج بليتليت ترانسفيوجن انقل له بليتليت شكلها ايه؟ والله الاحسن اني انقل له بليتليت ما يكونش فيها الانتيجين اللي الانتي بوديز ديت دايركتد اجينست ات. فاحسن حاجه اخد من الام بليتليت وأشيل منها كل البلازما اللي ممكن تكون فيها أنتي بوديز وأعملها سسبنشن في سالين وأنقلها للبيبي. ده طبعا ده أحسن اختيار ليا أني أعمله. ليه؟ لأن أصلا البليتليت دي في الأم، والأم ما بتعمل لهاش أكيد أنتي بوديز، فأكيد ما فيش أنتي بوديز هيكون دايركتد للبليتليت بتاعت الأم. طيب الاختيار الثاني اللي قدامي اني اعمل اكستشينج ترانسفيوجن للبيبي ده علشان كمان اتخلص من الانتي بوديز اللي موجوده في البلازما بتاعته.
طب لو انا بقى في حاله امرجنسي، البيبي بقى خلاص في هيموريج، خايفه يتطور الموضوع الانتراكرينيال هيموريج، ساعتها هحتاج ان انا انقل له راندوم بليتليت. طب راندوم بليتليت ما ممكن تكون بوزيتيف للانتيجين، لا سيما ان الانتيجين 80% اتش بي اي 1 انتيجين، وده معظم الناس بوزيتيف للانتيجين ده. فاعمل ايه؟ اروح نقل الراندوم بليتليت دي اندر كفرج اوف انترافينوس اميونوجلوبولينز كبلوكينج انتي بوديز، علشان تمنع الانتي بوديز في السيرم او في البلازما بتاعه البيبي انها تكسر البليتليت. يبقى ده كده لو اضطريت اني انقل بليتليت للبيبي، احسن اختيار اني انقل بليتليت فري انتيجين من المذر، احسن اختيار طبعا. الاختيار اللي بعد كده ان اعمل اكستشينج ترانسفيوجن، لو اتحطيت في موقف امرجنسي هضطر انقل راندوم بليتليت، لكن دايما اندر كفرج اوف انترافينوس اميونوجلوبولين. طيب امتى بقى احنا بنقول لو اضطرينا ننقل بليتليت، ايه الجايد لاينز المفروض امشي عليها في حاله اني انقل بليتليت للبيبي ده؟ في اي وقت بالظبط انا مضطره اني انقل بليتليت؟ والله اكوردنج للبليتليت كاونت. البليتليت كاونت لو اقل من 30 هنقل بليتليت خلاص من غير اي ارتباط خالص. لو البليتليت قلت عن 30 الف بير كيوبيك مليليتر هنقل بليتليت ترانسفيوجن. طيب لو البليتليت من 30 ل 50 او من 30 ل 49 هنقل بليتليت في حالات معينه فقط. لو البيبي الويت بتاعه اقل من كيلو جرام، او سنه اقل من 7 ايام، او هو كلينيكالي انستابل، او حصل له قبل كده ميجر بليدنج، او هو دلوقتي في كارنت ماينور بليدنج، او هو عنده اي كواجيلوباثي اخر ممكن يزود شده البليدنج لو بدات بليدنج، لو بدا البليدنج من الثرومبوسايتوبين، او العيان دوت لاي سبب اخر محتاج اني اعمل له سيرجري، او محتاج اني اعمل له اكستشينج ترانسفيوجن، ساعتها ادي بليتليت علشان اضمن ان العيان ده ما ينزفش ديورنج الانترفينشن الحامل. يبقى تاني البليتليت من 30 ل 50 او من 30 ل 49 هنقل بليتليت في حالات معينه فقط. ايه؟ الويت قليل، الايج صغير، هو كلينيكال انستابل، في بريفيوس ميجر بليدنج، في كارنت ماينور بليدنج، في كونكرنت كواجيلوباثي، او بيحتاج انه يتعمل له سيرجري او اكستشينج ترانسفيوجن. طب تعالوا نشوف الحاله الثانيه، ان البليتليت من 50 ل 99 الف، ساعتها مش هنقل بليتليت الا اذا كان في بليدنج. من 50 ل 99 الف الحاجه الوحيده اللي تخليني انقل بليتليت ان يكون في فعلا بليدنج. طب بليتليت اكتر من 99 الف من 100 الف فما فوق كده مش هحتاج اني اعمل ترانسفيوجن اصلا. يبقى دي البليتليت ترانسفيوجن جايد لاينز اكوردنج للبليتليت كاونت، بشوف البيبي ده هيتنقل له بليتليت ولا لا. طيب بالنسبه للمذر، بالنسبه للمذر هتدخل معاها فقط لو الموضوع دوت اتعرف ديورينج بريجننسي وعرفت ان المذر ديت نيجاتيف للاتش بي اي 1 انتيجين، والفازر بوزيتيف للاتش بي اي 1 انتيجين، وان الفيتس ممكن احتمال كبير يطلع طبعا بوزيتيف للانتيجين ده، وان ممكن يحصل له نيونيتال الو اميون ثرومبوسايتوبينيا. لو حصل الكلام ده ساعتها هضطر اتدخل مع المذر ديورينج البريجننسي اني اديلها بلوكينج انترافينوس اميونوجلوبولين، او اديلها كورتيكوستيرويد يعملوا سبريشن للفورميشن اوف اميونوجلوبولين، زائد اني ادخلها الكتيف سيكشن في قبل ما توصل للترم، او قبل ما توصل للفول ترم ادخلها الكتيف سيكشن علشان اقلل الفرصه ان هي تتعرض للانتيجين، وفرصه ان البيبي يتعرض للانتي بوديز اللي انتجتها الاميون سيستم بتاع المذر. يبقى تعالوا مع بعض كده بسرعه نلخص النيونيتال الاميون ثرومبوسايتوبينيا. وقلنا دي عباره عن ثرومبوسايتوبينيا في البيبي ناتجه عن الو انتي بوديز اتكونت في المذر اجينست الفيتال بليتليت. سببها ايه؟ احنا قلنا ان البيبي يكون ان المذر تكون نيجاتيف لبعض البليتليت انتيجين،
ويكون البيبي بوزيتيف للانتيجين ده، تتعرض المذر للانتيجين ده في الاميون سيستم، يتعرض ليه ويبدا يكون له انتي بوديز. الانتي بوديز دي يحصل لها كلاس سويتش وتتحول اي جي جي، وتقدر تعدي البلاسينتا وتبدا تكسر في البليتلت بتاعه البيبي. قلنا بتبدا تتكون عن تقريبا 14 اسبوع، وبتبدا تعدي البلاسينتا تقريبا عند 20 اسبوع، وقلنا اول بريجننسي بيبقى افكتد تقريبا بنسبه 80%. الانتيجين ده قلنا 80% من الحالات الاغلب انه بيبقى هيومن بليتلت انتيجين 1 او الاتش بي اي 1. والتايب اوف انتي بودي قلنا اول ما بيتكون بيكون اي جي ام، بعد كده بيحصل كلاس سويتش الاي جي جي وتقدر تعدي البلاسينتا. ككلينيكال بيكتشر قلنا ات بيرث ممكن يتروح الموضوع بتيكي البربرا او سيفير بليدنج، وقلنا بيحصل بعد كده سيفير بليدنج غالبا بيحصل عند وزن الفيرست ويك، بيحصل بعد كده امبروفمنت تقريبا خلال شهر او من اسبوعين الى شهر، لكن طبعا ممكن امكانيه حدوث الانتراكرينيال هيموريج او فيتال هيموريج بالنسبه للبيبي ورده. بشخصها ازاي؟ بشخصها بوجود الثرومبوسيتوبينيا في الكورد بلود، وجود الانتيجين بوزيتيف في الفاذر والفيتس، وجود الانتيجين نيجاتيف في المذر، وجود الانتي بليتلت انتي بودي في المذر دايركتد اجينست الانتيجين ده. التريتمنت قلنا هي غالبا سيلف ليميتد، تحسن لوحدها بعد اسبوعين او ثلاثه، لكن ممكن احتاج ان البليتلت ترانسفيوجن يكون احسن اختيار بالنسبه لي اني اخد بليتلت من الام. قلنا الجايد لاينز اوف بليتلت ترانسفيوجن، قلنا لو اكتشفنا الموضوع ده ديورينج البريجننسي بدي للمذر انتراكرينيال اميونوجلوبولين او كورتيكوستيرويد، واعمل لها الكتيف سيكشن قبل ما توصل للترم باسبوعين او اربعه. نيجي للسبب الثالث من الكونجينتال نون انهيرتد ثرومبوسايتوبينيا، ان يكون في البيبي بوم مارو انفلتريشن. طيب بوم مارو انفلتريشن دي حاله رير انها تحصل طبعا في النيونيت، لكن ممكن تحصل، ممكن تحصل بايه؟ بحاجه اسمها ديسيمينيتد ريتيكولو اندوثيليوزيس، بكونجينتال لوكيميا، بسوليد تيومر، ممكن تكون السبب مايلو فايبروسيس او الجوشيه ديزيز او نيمان بيك ديزيز او ميكوبولي ساكرايدوس. طبعا في كل الحالات ديت الانفلتريشن للبون مارو طبعا هيمنع الميجا كاريوبويسيس ويتسبب في ثرومبوسايتوبينيا. السبب الرابع لكونجنتال نون انهيرتد ثرومبوسايتوبينيا ان يكون في كونجنتال انفكشن سببت الثرومبوسايتوبينيا. ايه الانفكشن اللي ممكن تسبب كده؟ احنا عارفين التورش انفكشن، لو توكسوبلازموزيس، روبيلا انفكشن، سايتوميجالو انفكشن، هيربس فيروس انفكشن، كل الحاجات دي ممكن تعمل ثرومبوسايتوبينيا. تعمل ثرومبوسيتوبينيا ازاي؟ والله ممكن تأثر على الميجا وتقلل production of platelet من الميجا، او تأثر على البلاتلت وتزود destruction of circulating platelet، او تعمل immune complex deposition على surface of platelet وده يزود برضو destruction of circulating platelet. السبب اللي بعد كده ممكن يعمل لي congenital non-inherited thrombocytopenia الماترنال ITB او الماترنال immune thrombocytopenic purpura. هنعرف ان الITB بيسببها platelet autoantibody، فلو المذر عندها ITB هيكون عندها autoantibody against platelet. الautoantibodies دي لو عدت البلاسينتا واثرت على الفيتس البليتلت بتاعت الفيتس ممكن تعمل لي الايه النيونيتال ثرومبوسايتوبينيا. السبب اللي بعد كده ان يكون في المذر بعض الديس اوردرز اللي ممكن تسبب ثرومبوسايتوبينيا في الفيتس، زي مثلا البري اكلامسيا، بعض الاوتو اميون ديزيز زي السيستميك لوبس اريثروماتوزيس او اذر اوتو اميون ديزيز اللي ممكن تكون عند المذر، بعض الاوتو انتي بوديز اللي ممكن تكون دايركتد اجينست انتيجين في البليتلت، تعدي البلاسينتا وتاثر على البليتلت بتاعت البيبي ويتولد بثرومبوسايتوبينيا. او ممكن يكون السبب كافيرنس هيمنجيوما، جاينت كافيرنس هيمنجيوما، عملت سيكوستريشن للبليتلت وقللت البليتلت في البريفرال سيركيليشن.
كده خلصنا الأسباب اللي ممكن تعمل لي congenital thrombocytopenia أو neonatal thrombocytopenia، يكون البيبي مولود بيها لكن مش inherited من المذر ولا الفاذر. congenital non-inherited thrombocytopenia اللي كان تايب من congenital thrombocytopenia اللي كان تايب من congenital platelet disorders. أشوفكم على خير إن شاء الله في محاضرة الجاية، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على معلم الخير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وصل اللهم